ازيك يا حلوين، عاملين ايه؟ معاكم ميار، وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده هو فيديو صغنطوط، مش عايزه اقول فيديو صغنطوط عشان كل ما اقول فيديو صغنطوط الفيديو بيدخل في ربع ساعه. واضح ان انا رغيه. بس هو بحكي تجربتي كده سريعا علشان كان في حد حصل موقف يعني كده على الفيسبوك. فواحده كانت كاتبه لي انت حواجبك كثيفه يعني وكده، وانا في الطبيعي حواجبي خفيفه جدا، انا ما فيش حواجب اصلا. بس كنت بستخدم منتج، مش منتج، هو اكشلي تركيبه، وحطيتها، كنت بحطها في شعري، فقلت ليه لا اني انا احطها على حواجبي. فلما البنت، بس ما كنتش حاسه ان هي عامله تاثير قوي في حواجبي، بس لما البنت قالت لي واضح ان انت حواجبك كثيفه او كده، فحسيت، عارفين اللمبه اللي بتنور دي كده، اللي هو فكره جات لي كده، قلت طب ليه ما اعملش فيديو واقول ازاي انا حولت حواجبي من الشكل اللي هيظهر لكم هنا للشكل ده. باي ذا واي، انا مش حاطه اي حاجه على حواجبي، كل ده شعر، انا مش حاطه اي حاجه على حواجبي، يعني الميك اب ده كله معمول بحواجبي بس، انا يا دوبك بس حاطه بتاع ده، يعني منظفاها بالكونسيلر الفاتح ومنظفه حواليها بس، لكن كل ده شعر حواجبي. فقبل ما نبدا الفيديو، ما تنسيش تعملي لايك شير سبسكرايب وتفعلي علامه الجرس، وتتاكدي ان انت مفعله علامه الجرس عشان يوصل لك اشعار او نوتيفيكيشن اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها الفيديو، وهي اني انا هقول لكم الفكره كلها ابتدت بقى بايه. ابتدت بان في واحده قريبتي شعرها كان خفيف وكده، فراحت لدكتور عندنا في اسكندريه كان مشهور وكده، فكتب لها التركيبه اللي انا بقول لكم عليها دي. كان من ضمن التركيبه دي كانت ماده اللي هي ماده المينوكسيديل، وكان فيها شويه حاجات تانية يعني. فبالنسبه اني انا حاله شعري وكثافه شعري كانت نفس كثافتها، وانا برضو كنت عايزه اتقل، فاخدت منها التركيبه وقلت اجرب. والله مشيت مع شعري الحمد لله، ما مشيتش مع شعري يبقى اروح للدكتور ده ويكتب لي حاجه مناسبه للكونديشن بتاعتي، يعني ممكن يكون احنا مختلفين عن بعض. حطيتها في شعري لقيتها وقفت التساقط وكل حاجه تمام وكده. طبعا انتوا عارفين المينوكسيديل بيتقل وبينبت الفراغات وكل حاجه، بس ما كنتش اتوقع اني انا لما احطه على حواجبي هتتقل. فقلت اجرب، اخدت حبه صغنطتين وحطيتهم في قطره كده، وابتديت ان انا ايه بالليل كده قبل ما انام او الصبح اني انا ايه احط بيهم على حواجبي، مع مراعاه اني ما اخليش اي حاجه تنزل على وشي، علشان انتوا عارفين ان المينوكسيديل بيطلع شعر وبينبت الشعر. انا كنت خايفه جدا اني التركيبه تنزل على وشي وتطلع لي شعر وتعمل الحاجات دي كلها، فحطيتها في قطره كده وقلت ايه اجرب. يعني انا يا صابتي خابت، والله جربت نفعتني اوكي، ما نفعتنيش فهي مش هتضرني يعني. فحطيتها والحمد لله يعني بقى فيا حواجب وبقيت اعرف اعملها وبحط ميك اب كمان من غير ما ارسمها. فجيت اني انا قلت طب ماشي، طب دلوقتي لو حد معهوش التركيبه دي وانا ما اقدرش اطلع في فيديو واقول لكم خدوا استخدموا التركيبه دي، لان انا ما اعرفش، ممكن ربنا سترها معايا وما جاتليش حساسيه من التركيبه دي، ممكن احنا اجسامنا مختلفه، فممكن اللي يناسبني ما يناسبش غيري. طبعا عارفين انتوا الكلام ده. فقلت اجرب ماده المينوكسيديل اللي هي الخام من غير الاضافات اللي هي الدكتور حاططها يعني في التركيبه وكده. فجبت برودكت كده، هو خلص يعني، اسمه مينوكسي لوك، هحط لكم صورته هنا. المينوكسي لوك دوت هو مينوكسيديل تركيز 5%. حطيته في شعري في الحته اللي قدام دي، وحطيته في حواجبي. في شعري حسيت ان هو مش قوي قوي زي التركيبه اللي انا بستخدمها، بس يعني كان شغال. بس لاحظت عليه ملحوظه صغيره كده ان هو بيعمل قشره، مش بيعمل قشره، هو بيعمل طبقه على الجلد كده. حتى التركيبه بتاعتي على فكره بتعمل كده، بتعمل طبقه على الجلد كده. الطبقه دي لو حكيتيها هتبقى قشره كده زي الورق، معرفش هي تقريبا
بتحفظ المينوكسيديل، مش عارفه هو المينوكسيديل بيعمل قشره مش عارفه. المهم لقيت ان المينوكسيلوك ده بيعمل الموضوع ده بس بزياده، يعني بيبقى باين في الشعر. يعني انا التركيبه بتاعتي بتبقى مش باين، حتى لو هرشت حتى لو كده لا مفيش حاجه، ما بيطلعش على الشعر. لكن المينوكسيلوك ده لاحظت ان هو لا بيطلع على الشعر. يعني لو بنت مش محجبه ومثلا وهي بره عملت كده مثلا سرحت اي حاجه هيبقى المنظر مش لطيف. قلت خلاص يبقى ده ما ينفعش للشعر، اجربه في حواجبي. حطيته على حواجبي، للاسف جالي حساسيه وحسيت ان جفوني بتورم. مش عارفه بس ما حبيتش النوع ده من المينوكسيديل. لما دخلت كده وسرشته وطقصت كده لقيت فيه دكتور، هحط لكم صورة الشانل بتاعته هنا. هو عامل رحلة علاجه بالمينوكسيديل وجرب جميع انواع المينوكسيديل ومين احسنهم ومين افضل ومين كده، فهو كان مشكر في نوع امريكي تقريبا او نوع مستورد يعني مش مصري، فقلت اكيد هو النوع دوت يعني. وكان قال كمان ان هو اقل نوع ما بيعملش قشرة وكل الحاجات دي، فانا قلت اطلع اعمل فيديو واقول اني انا حواجبي دي تقلت من المينوكسيديل بلس، اني انا يعني مش مينوكسيديل بس، انا براعي فيها شوية حاجات. يعني بعمل ايه؟ اولا ما بعملش حواجبي على فترات قريبة، يعني اوقات كتير بسيب حواجبي طول ما انا قاعدة في البيت مش خارجة، بسيبها تنتشر بسيبها تنتشر براحتها. خارجة ايش تعيدي بعملها، والله هنزلة رايحة المي صاحبتي رايحة هنا مش لازم اعملها، مش لازم اعملها، وبحط التركيبة بتاعتي وعادي جدا. ليه ارهقها؟ عادي انا عارفة ان هي نظافة وكل حاجة، بس انا لسه بيت مامي يعني ما مش يعني مش متجوزة ان جوزي مثلا اخاف ان جوزي يشوفني مثلا بحواجبي كده او كده. المتجوزين ما لهمش دعوه بكلامي ده، يعني انتوا اعملوا حواجبكم، لكن انا قصدي اني انا لسه بنت في بيت ماما وبابا وكده، فليه ارهق حواجبي؟ اسيبها علشان لما اوصل لسن ال50 و60 يبقى في حواجب. بلس اني انا حتى لما باجي بعمل حواجبي ما بعملهاش لا ملقط ولا بعملها في فتله. اولا الفتله الحركه دي اللي الكوافيره بتقول لك شدي الجفن وتاخد لك الحته دي بالفتله، اولا ده بيعمل ترهلات في الجلد بطريقه مش طبيعيه. الفتله غلط على الوش، ما بالك بقى في المنطقه دي، والمنطقه دي مليانه شعيرات دمويه ومليانه حاجات، المنطقه دي حساسه جدا. فانا ما باجيش جنبها بفتله. لما بتقولي طب نعمل شيب نعمل مش عارفه ايه نشيل بالمنقط، اقول لها موس، انا بعمل حواجبي بموس، حتى لو هتطلع تاني يوم مش مهم، تطلع تاني مش مهم مش مشكلتي، انا بحبها بالموس. ليه؟ الموس بيتقل الشعر، هيتطلع بسرعة، مش هيشيل الشعرية من جدرها، فمش هيموت البصيلة مع مرور الوقت. انا ليا عندي خالتي ماما بتقولي حواجبها كانت كده، كانت طول اليوم وطول النهار قاعدة بالملقط بالمراية تعمل كده تعمل كده تنظف حواجبها. خالته دي حنتوفة قوي، تعمل بالملقط كده، تعالوا شوفوا خالته دلوقتي والله العظيم ما فيها حواجب، ما فيهاش حواجب، فلا ملقط ولا فتلة يتحط على الحواجب. حتى لو انتي بشرتك بتقبل الفتلة ما تحطهاش على حواجبك علشان ما يأثرش عمرها، وتلاقي بقى ان انتي لما توصلي ل50 و60 يكون فيكي حواجب، ما تلجئيش بقى للمايكرو بليدنج والحاجات دي. بس فدي الحاجات اللي انا كنت بعملها، اللي هو ما بسجبش فتله ما بجيبش ملقط عليها، بستخدم موس. بلس جات لي فكره المينوكسيديل دي اللي انا قلت لكم عليها، بحط المينوكسيديل عليها. طيب بستخدمه ازاي؟ هو المفروض المينوكسيديل والمكتوب في الروشته اللي هو اللي انا جبته البرودكت نفسه او في وصف الروشته اللي الدكتور كتبها لبنت خالتي، المفروض 6 بخات 6 الصبح و6 بالليل. انا حسيت ان 6 بخات ده كتير، شعري هيبقى مبلول، فانا بستخدمه مره واحده بس في اليوم. بحطه سواء الصبح او بالليل، احسن الصبح علشان انت بالليل هتحطيه هتنمي هيتمسح في المخده، فحطيه الصبح وقعدي بيه طول النهار عادي، هو هينشف في شعرك يعني. وبرده في حواجبك، بس لو هتحطي في حواجبك اهم حاجه تغسلي ايدك بعد ما يعني انت خلاص حطيتي مثلا في شعرك، لازم تعملي مساج تدلكيه كده عشان يدخل جوه الفروه، وتروحي تغسلي ايدك. ليه بقى نروح نغسل ايدينا؟ علشان انت مثلا سرحتي هرشتي هنا سندتي كده عملتي كده ما يغمقلكيش وشك ويطلع لك شعر هنا او كده. حواجبك برضو ممكن، انا بنفسي بتحكم بالقطره، يعني بحطها بالقطره كده وبيبقى الموضوع بالنسبه لي يعني في تحكم اكتر.
ماما واختي لا ما بيعرفوش يتعملوا كده، فبيستخدموها بفرشة ايلاينر، بيجيبوا فرشة ايلاينر ويرسموا كده والموضوع شغال معاهم. لكن انا بالنسبة لي القطرة احسن. بعد ما ترسمي حواجبك او تحطي بالمينوكسيديل في حواجبك، هتروحي تغسلي وشك. هتغسلي وشك ازاي؟ يا اما بوايبس، تمسحي وشك بوايبس كده، يا اما تجيبي كده اللي هو الغسول بتاع الوش وتمسحي الجزء ده. هو اكيد يعني المادة مش هتطلع لفوق، هي مشكلتها في الجاذبية ان هي تنزل لتحت. فانت بعد ما تتأكدي ان خلاص مفيش اي حاجة هتنزل من ديل الحاجب ده، هي المشكلة في ديل الحاجب ده، مفيش حاجة هتنزل كده، خلاص اتأكدتي، هنروح بقى نغسل الحتة دي ونغسل الجزء ده كله كده علشان نميك شور ان مفيش اي حاجة من المينوكسيديل نزلت. بس ده كان كده ريفيو، او مش ريفيو، هي تجربتي في تكثيف حواجبي زي ما وريتكم. هحط لكم الصوره هنا، كانت هنا تاني، دي كانت حواجبي، ودلوقتي دي حواجبي من غير ما احط فيها اي منتجات. بس لا زيت خروع، زيت خروع بيعمل ترهلات في الجفن وبيعمل كياس دهنيه وبيأثر على الجفون. الزيوت ما بتجيش على الحتة دي، ولا تحطيها في رموشك ولا اي حاجة. انسي بقى الخلطات وانسي الحاجات دي، بلاش. يا اما تستخدمي منتج مخصص للرموش والحواجب، يا اما زي ما قلت لكم المينوكسيديل. بس دي كده كانت تجربتي في تتقيل حواجبي ورحلة تتقيل حواجبي. لا استخدمت زيت خروع ولا استخدمت اي خلطات خزعبلية. بس ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبك الفيديو واستفدتي، ما تنسيش تعملي لايك شير سبسكرايب وتفعلي علامة الجرس وتسيبي لي كومنت برايك، وتتابعيني على السوشيال ميديا انستغرام فيسبوك تيك توك، هتلاقي كل اللينكات في صندوق الوصف. باي باي.